احنا بنشد دي هادي دي كده دواسة زي بتاع العربية، كل ما تدوس كل ما تسرع بنزين. انت كده بتنضفها الاول صح عشان ميبقاش فيها بعدين لازم نشد علينا نضغط دي بقى في النص، خليها في السنتر بالظبط. وبعدين خلاص هي في النص، بنفتح شايف الصابع الكبير اهو، بكل هدوء بضغط على الصابع الكبير اهو، ولازم يعني احط ايدي في الميه على طول عشان تكون في ملمس كده ليونه. وبعدين ايد من بره وايد من جوه، جميل صح؟ السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. عامل ايه يا فنان؟ زي ما انت. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. السلام عليكم. ما شاء الله. وبعدين زي ما انا عايز الفورمه، كنا اسوي مثلا غازه صغيره. شوف طول ازاي؟ جميلة صح؟ كيف؟ ممكن نقفل كده. ما نسكينا في الأول. مش عارف. هذا السلك يا عبد الرحمن. للباهي. هنا؟ لسه خارجة ولا اللي خارجة لسه في الفرن. الفرن دلوقتي 140. لا 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 خليه يعني مثلا انا بسيبه يضرب براحته. ايوه صح. وبعدين بحط الشغل في ميه علشان بعد كده لو في حاجات دخلت في الطين زي الاسمنت والتراب والحجاره والحاجات ديت، بعد ما تروح عند الزبون بتروح طالع خارجه الجسم كله وتروح طالعه بره. ضربه الجسم كده بتلاقي فيه حفر كده عندي، يعني معرفش عندك سبورتر ولا لا. حفر ازاي؟ بتطلع من نص الجسم، جسم الطبق. أيوه. جسم المنتج بعد ما تبرد خالص خالص خالص، يعني بعد ما تروح عند الزبون كمان. تمام. تروح مفرقعه. تروح تروح طالعه بقى، طالعه تنطر يعني. تنطر. بص بقى، بص بص هشيلها ازاي. عشان نعم. زبده صغيره لو في الطبق بعد شويه بتبقى تمام، بتطلع من تروح طالعه. بس هو ما بيضربوش اي حاجه خالص.